أيضا مسألة في السيد رئيس الجمهورية صدق والسيد دولة رئيس الوزراء ابتدينا في عملية تنفيذ وكالة، ودي أنا أعتقد هتكون لها نقطة تحول أساسية في التعامل مع أفريقيا، وهي وكالة ضمانات الاستثمار في أفريقيا، ودي هتبقى حاجة مهمة جدا لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية إنها تروح وتشتغل في أفريقيا. وطبعا هذه الوكالة هيكون يعني دائرة عملها مناطق التي تمس الأمن القومي المصري مباشرة، كان منطقة الساحل أو القرن الأفريقي أو منطقة طبعا حوض النيل، ويأتي بعد ذلك باقي المناطق في أفريقيا. بالنسبة للسياسة الخارجية المصرية احنا لا نملك على الإطلاق حتى مجرد التفكير في عدم التحرك النشيط، مسألة الانكفاء أو الكمون الاستراتيجي ده غير مطروح على الإطلاق ولا يصح ولا يتعين ان احنا مجرد نفكر فيه، لأن إذا مجرد فكرنا فيها نلاقي هذه التهديدات الخارجية تدخل لنا جوه، فبالتالي الحركة الدؤوبة النشيطة للسياسة الخارجية في كل دوائر التحرك بتاعها وخاصة الدائرة العربية الدائرة الإقليمية والدائرة الإفريقية دؤوبة، والآن هناك سياسات وهناك أيضا أدوات لعملية التنفيذ، ودي مسألة مهمة جدا لتنشيط الدور المصري. طبعا القضايا اللي حوالينا فلسطين السودان ليبيا انا بتفق مع الدكتورة نورهان، هي لازم نقبل انها ازمات ممتدة قاعدة معانا لعدة سنوات، لكن كلها بتمس الامن القومي المصري، وبالتالي التدخل المصري موجود، الطرح المصري موجود، الرؤية المصرية موجودة، دون بتأكيد الحال بطبيعة الحال ان احنا يعني يبقى في مخاطر عالية ان احنا نتورط في صراعات عسكرية مسلحة الا اذا كان في تهديد للأمن القومي المصري والحدود المصرية.